أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. والذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى معكوفا لن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم أن تصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية جاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمه كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء وبينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزهره فسلط فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. يا أيها عظيما يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول
قولك شهر ماضي كل بعدنا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. وإن فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء أهل أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم اتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخطهم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء هم من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنافسوا بالألقاب ليس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك
الصادقون ولا تعلمون الله بدينكم الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يظنون عليك أن أسلموا ولا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم إليه إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون قاف تعملون قاف وقرآن مجيد بل عجيب أن جاءهم منذر منه فقال الكافرون هذا شيء عجيب إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد وعلمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ فكذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم يظهروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها بكل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء الحصيد والنخل باسقات لها طلع نظيف رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج كذبت قبله قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب لكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد فعينا بخلق الأول بل هو في نفس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعد لا يفيض من قول إلا لديه رقيب عتيد وأجدى السرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ بالصور ذلك يوم الوعيد وأجدى كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا كشفنا عنك غطاءك فبصرك يوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد أخيا بجهنم كنت كفار عنيد مناع لخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلهنا خرب أخياه بعذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أخذه ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ما يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين على بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ خشي الرحمن بالغيب وجاء
بحب المنى بنخلوها بسلام. ذلك يوم الخلاص له ما يشاء ونفيها ولدينا مزيد وكما لنا قبلهم بقرهما أشد منهم أشد نقهوا في البلاد فمما حس إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلبنا وقسم وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغور على ما وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود وسمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض ذلك حسب علينا يسير نعلم بما يقولون وما أتى عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد والثاريات وحيد والثاريات ذروة الحاملات وقر فجاريات يصلى المقسمات أمرا إنما توعدون الصادق وإن الدين لواقع والسماء إذات حبك إن كل في قول مختلف يوفك عنهم من فيك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستهجرون إن المتقين في جنات وعيون خذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا كانوا قليلا من أبل ما يحجرون وبأسحارهم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم مكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم مكرمون فراغ إلى أهله فجاء فبعجل سمير فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صدد فسكر وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله.